الشباك وجيت العيد العزبي شباكي بعده مفتوح والبردية عم بتلوح يا تبدي وين بدي روح نعرفوا أهلي بغيابي أمي نامت عبكير وسكر بي البوابي أنا هربت من الشباك وجيت العيد العزبي شباكي بعده مفتوح والبردية عم بتلوح يا تبدي وين بدي روح نعرفوا أهلي بغيابي وين بدي روح يا دل نعرفوا أهلي بغيابي وين بدي روح يا دلي نعرفوا أهلي بغيابي الريميكس المميز لأغنية أمي نامت عبكير للسيدة فيروز شو لون شعرك؟ بترولي كثير معظوم كثير مثل ما شفنا أنتو فرقة لبنانية شابة بتمزج بين الأنماط الموسيقية الشرقية والغربية وبتضم بالإضافة لإلكون راغيد جريديني وبيترا حاوي وجدي أبو دياب على البيانو بونسوار وجدي زاهر حمادي جيتار بيس اهلا زاهر علي صباح جيتار الكتريك اهلا وسهلا فيك علي بالاضافه لايبريل سنترون على الدرامز بس ما قدرت اجت اليوم عادة الغنيه بتنلعب مع درامز يعني كثير بدها جو بس نحن على اصراركم اصرينا نعملها لا على كل حال عطت جو كافي عن جد شكرا لكم كثير راغيد انت عازف التو ساكس بفرقه تانوتا اللي تاسست سنه 2013 برصيدكم لليوم البوم واحد هو حي جاز ومثل ما الاسم بدل انتم مؤثرين كثير بالموشحات وبالجاز بالاضافه للروك فن الموشحات فن مش قريب من الشباب اليوم بهالميكستشر او بهالفيوجن اللي عم تعملوها عم بتجربوا توصلوا لهالاعمار الصغيره هلا ان شاء الله يعني الموشحات هو شيء نحن ربينا عليه موسيقيا سمعناهم من نحن وكثير صغار بدي يقول الاهل بحبوا لانه لا. اجمالا يور جنريشن مش كثير بيسمعوا مزبوط نحن يعني هيدي الشغله من وجهها خصوصا انه يعني نحن هلا نتوجه لجمهور الشباب يلي للاسف مش كثير بيسمع موشحات وبيسمع هالقصص هلا نحن التوليفه اذا بدك اللي عم نجرب نعملها للاغاني هو يعني الهدف منا انه نقدر نوصل هيك اغاني لجمهور الشباب اليوم صح. لجمهور من عمرنا ومن عمركم لكن هيدي هي اهو ده اللي صار وده اللي جرى وعملتوا هالفيوجن فخلينا نحتفل فيها بهالغنيه أول شيء صوتك كثير حلو أنت المغنية الأساسية بالفرقة ومنلاحظ أنه عنوتا ناشطة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا اليوم هي طريقة انتشار أسرع وأقل كلفة مش أقل كلفة كثير لأنه أوقات بدك تلاقي لها كلفة الشيء اللي عم تعملي له يعني صح رغيد عادة هلأ الفيسبوك كثير سريع فكره انه كل العالم تعرف فيك وبيطلع لك اد من هون وبتشوفي صح يعني كل
نحن بنجرب ما ندفع كثير. منى انا بحب اهديهم او اقدم لهم السوشيال ميديا تبعي والبلوك تبعي في الفري انه انا ثانك يو. عندها 250,000 شخص فحطيت لهم الليله. انا بقدر كمان اقدم لهم البيج تبعيتي فيها شيء 120,000. انا مضبوط 130,000 بحسب لهم 2000 دولار على الدعايه. عليك السوق. وين الكلفه اليوم بيترا؟ الكلفة هي بنحنا كيف بلشنا، يعني نحنا سيلف برودوست، نحنا دفعنا كل شيء، تعلمنا نعمل كل شيء من الصفر يعني، بس التقينا وقررنا انه في هدف قدامنا، بعد سنة بده يصير في ألبوم. اشتغلنا كثير كثير بجدية يعني، دفعنا كثير بس نحنا كنا شاغلينهم يعني كأنه اشتغلنا لنطلع هيك شيء. نحنا بدنا نشجع هيك ناس يشتغلوا اندر جراوند، اذا كان يعني ليبطلوا يمكن اندر جراوند، يا ريت تصير تتسمى غير. لأنه يعني هونيك بتكون الكلفة الكبيرة، وبعدين بتصير يعني بصير انا حسيتك انت لازم تحكي عن الموضوع. هو الانتاج مكلف، يعني شيء بنعرفه انه الاستوديو مكلف والميكساج مكلف والماسترينج مكلف. اكيد. وخصوصا اذا بدك تطلع بمنتوج ذو قيمه يعني، واذا بدك تعمل كليب ليتر اون كمان بدنا نسوق الاغنيه. نعم. على سيره الكليبس، نحن اعتمدنا صيغه بالباند هي انه نحن فرقه بتنتج نفسها. ما بيهمنا انه نكون في منتج عم بيشتغلنا اعمالنا. لسبب انه انا برايي الموسيقى اذا ما بيعرف ينتج عمله بالنهايه، ما يعني هو مثل حيالله صناعه اخرى اذا بدك البرودكشن، يعني اذا ما بيعرف هو ينتج عمله ما بيكون فاهمه مزبوط ولا بيكون حابه مزبوط لعمله. يعني المفروض هو يكون اللي قادر يوصله للعالم. وانت بالاساس ضد فكره الارتباط مع شركات انتاج، يعني حسب ما فهمنا منكم بالضبط. لانه بيعلبوك يعني بيحطوك بالصوره اللي هن بدهم اياها، هن بيقرروا امتين انت بتعملي كونسرت، امتين بتعملي الالبوم، انت بتشتري منهم، يعني بياخذوا لك كل شيء. بطل في حقوق فنية يعني، إنه حتى بتروحي إنه صار باسمهم إلهم. الألبوم تبعنا صار له سنة تقريباً سنة بفيرجن بكل لبنان وعلى المطار، فاللي حابب يشجعنا فيه يروح حتى هو ومسافر يكون نحن معه يعني. ألبوم حجاز ومن اليوم شوية يعني من خلال حديث البلد تعرفوا على النمط الموسيقي الخاص مزبوط. فيكم، وهلا كمان رح نختم معكم بالآخر، فكمان رح نشوفوكم أكثر. اليوم أستاذ عبد الغني، شو رأيك بهالشباب اللي عمال يهتموا بالتراث القديم ويرجعوا يحاولوا إحيائه، يعني حتى عم بفتشوا على أغاني، يعني عملوا ريسيرش طويلة عريضة حتى يوصلوا على كلمات الأغاني. بكل زمن في ضرورة إنه حدا بزمن ما يفتش على الزمن اللي قبل. لأنه بلحظة من اللحظات بتحس إنه أنت مش مقلوع من شجرة، أنت مربوط بتاريخ ما. لما في ناس بيروحوا يدوروا على هذا التاريخ وبيرجعوا يجيبوه، سواء بيعيدوا تسجيله أو بيعيدوا غنائه، هذه شغلة كتير مهمة. فينا ناخذ بعض التفاصيل عن الجيل الجديد. انت قبل شوي قلتي انه الجيل الجديد حافظ او مش حافظ فيروز او غير فيروز. انا برايي البرامج الهواة اللي عم تطلع على التلفزيون فيها شغله كثير مهمه، هي انه الهواة عم يغنوا الاغاني القديمه ليثبتوا اصواتهم من خلالها، لكن هن مش عم ينتبهوا انه هذا الجيل الجديد اللي عم يحب اصواتهم عم يرجع يحب هذه الاغاني القديمه. صح. انا بحط هذا السعي. صح. بالسعي اللي عم يعملوه هن مع بعضهم. صح. للوصول الى الجيل الجديد. نحن كل اللي بهمنا انه هذا الجيل الجديد ان يبقى مرتبطا بذاكرته وبتاريخه. صح. يعني مرسي. اذا عم تقول اذا في شيء منيح بهالهيدا بيؤدي انه يكونوا عم يستعيدوا هالاغاني باصوات شبابيه عم بيتابعوها. هذا هدف صغار عندها هدف. راغيد جريدين وبيترا حاوي والفرقه، بدنا نتمنى لكم كل النجاح، وان شاء الله البومكم الثاني بيبشر النور قريبا. رح نختم معكم باغنيه بانتظارك من البوم جاز، بعد ما نستذكر سوا مين كانوا ضيوفنا لليله، هيك بتكونوا انتم مسك الختام. وهيك حلقتنا لليله من حديث البلد بتكون انتهت، وضيوفنا لليله كانوا مروان شربل، خلافة معمار، الغني دائما بفكره عبد الغني طليس، الجميلة جدا واللي ناطرها مستقبل كبير ستيفاني صليبة،
جديد وانطلاعة جديدة مع ميرنا فرح. مسرحية هاتفة نطقتن على مسرح بابل مع فيروز أبو حسن وفرقة عنوتا اللي اليوم عم بتعرف الجيل الجديد على الموسيقى القديمة. والحضور اللي معنا الليلة اللي جايين كلهم من ثانوية بسكنتا وكلهم بالترمينال، أهلا وسهلا فيكم. وصديقنا اللي اليوم داخ من كثر الميلين شمال ويمين نعيم حلاوي على عنوتا، المسرح لإلكم. لما تدق على بابي بتمنى ما اكون فاضي، افتح لك واضطر اشرح لك عن وقت الماضي شو صار. مش فاضي لإلك لغيرك أو لحالي، ريتك تكون بالي تسمعني وما تقاطعني. أرجوك سامحني وفرصة منحني، مش فاهم شو صار، فهم اشرح لك. أرجوك سامحني وفرصة منحني، أرجوك سامحني وفرصة منحني، مش فاهم شو صار.